بينما كنتم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة استثنائية من برنامج تغطية خاصة. طبعا الأجواء هي أجواء رمضانية امتياز، لكن لا يمكن في هذه الوضعية التي نمر بها حالا أن نكون بمعزل عن الحراك السياسي وعن كل جديد يتعلق بالمشهد السياسي الموريتاني، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة فيصلية من العملية السياسية، سواء ما تعلق الأمر بالحوار الوطني الذي يترقبه الجميع، أو إذا تعلق الأمر بذلك الحدث العالمي والدولي الذي تترقبه موريتانيا والتي ستكون هي الحضن الذي سيحتضنه والمتمثل في القمة العربية التي ستكون بعد شهر رمضان بحول الله. ونتمنى بطبيعة الحال لموريتانيا التوفيق في استضافة القمة العربية بأحسن ما تكون. إذن هذه النقاط وهذه الوضعيات المتعلقة بالمشهد السياسي الحالي تجعلنا دائما بين الفينة والفينة داخل شهر رمضان المبارك، نسلط الضوء على كل جديد يتعلق بهذا المشهد. والليلة على مقعد تغطيات خاصة سنفتح الباب على مصراعيه للحديث عن أشياء تهم المواطن الموريتاني وعن أساسيات تهمنا كشعب موريتاني يترقب الحوار الوطني ويترقب المستجدات التي من خلالها سيتغير المشهد السياسي الموريتاني إلى الأحسن بحول الله. سيكون حديثنا مع ضيفنا العزيز رئيس حزب نداء الوطن الأستاذ داود الأحمد عيشة، الذي أرحب به بداية معي على طاولة تغطيات خاصة. أهلا وسهلا بك سيد الرئيس. مرحبا بك. مرحبا، شكرا للاستضافة. إذن دعني بداية أسألك عن نحن قبل طبعا هلال شهر رمضان المبارك، كنا أمام حديث عن حوار وطني قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق، وجاء الشهر الكريم ولم نسمع جديدا عن هذا الحوار الوطني لا في صف المعارضة الموريتانية ولا في صف الموالاة. إذن آخر تصريحات كانت هي تصريحات الرئيس الجمهورية في مدينة النعمة والمتعلقة بالدعوة إلى الحوار الوطني، والتي أكد من خلالها أن الحضن مفتوح لجميع الأطياف السياسية من أجل المشاركة في الحوار الوطني. بعد ذلك جاء الشهر الكريم وحمل رسالة سياسية أخرى تمثلت في موائد الرحمن التي ربما كان الحديث فيها عن الحوار الوطني بشكل كبير، وعندما يتعلق الأمر بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في مائدته الأخيرة لم يعني يتمكن من استضافة المعارضة الموريتانية الممثلة في المنتدى الذي قاطع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في شهر التسامح. كيف تفسر مثل هذه الخطوة أولا التي أقدم عليها المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة، وهل تعتقد بأنها يعني موقف حقيقي من المنتدى بأنه لن يشارك في أي حوار مع الحزب الحاكم ومع النظام الموريتاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أنا بالنسبة لي عن السؤال من عدة مراحل. بالنسبة لي عن المنتدى ما أحدد موقفات به المنتدى لا ما جند وجهته، أنا غادي عنها من الدقاع ما كان تصل من جابرة حتى ما قد تبدأ بالندويات، ويقعد ما هو جاي للندوية للفطور ما مفاطرين معهم، يقرر لا يتحاور معهم. حوار الموائد أنا بعد ما هم من تخصصي كبار في السياسة قلنا راح عن المنتدى ما فات وقالوا عنهم يغير في شهر كيف شهر رمضان المبارك شهر التسامح دعوة تطلق دعوة الفطور عدل لا حزب دور لجا السياسة ما فيها لجا مقاطعتها ما تعني لك شيء ما تعني لي شيء قد عدوا ما هم جايين للفطور وتو ما مفاطرين معهم قد عد موقفهم السياسي ما فاتوا قالوا نحن مولي ما يلا نقولوا عنهم الأقلبية والحزب الحاكم مولي ما يلا يقول موقفهم ما يلا يحدد موقفهم هم موجودين في المشهد السياسي موجودين وقد عدوا لا يشاركوا قد مولي عدوا ما هم شاركين كيف قايلين وقد عدوا مولي اللي منعتي من قلت المشاركة ويا كامل قد عدوا مولي لا 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 نوعية من الحوار حوار لا كيف مهم أنه هو الحوار بدأ من عقب خطاب الرئيس بيقول الحوار مجرد ينقال عنه بدأ وتبدأ الناس تجابرس وعلاش تجابر طلعت تتكلم والله تتهاتف بينات في تلفونات هي بداية الحوار غير الحوار الحوار كصارة والله كحوار قبالي عود عاد ممسوسين في رواية معينة لكن ما فات تخرج به ما فات انطرحة ممهدات ولا فات انطرحوا الأمور اللي يحاور عليها ما فات انقالت واخر لا 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 حوار قال لك الحوار اللي يدور عليه احنا ما فتنا عرفنا معناه عن الناس كاملة ما زالت تترقب وما زالت تشاهد الأخبار وما زالت تتحاور عليه شنو
وتقدر لا مازالت تجي كامل فات خليك ما هو مانع حد من يجي ولا هم اللي ما هم اللي مخلي حد يجي اللي كامل مازال لا شد اخبار الحوار لا يبدا الا ينفوت الناس تتوافق اللي تتحاور عليه اللي تطرح تبدا تجاهل. دعني اسالك استاذ داود الاحمد عيشه في خطاب رئيس الجمهوريه بمدينه النعمه، ما هي السلبيات التي اخذتموها على خطاب الرئيس؟ السلبيات التي وقع فيها الرئيس بنظرك؟ شوف انا خطاب الرئيس في تكلمت عنه، انا خطاب الرئيس ماني مطالب بشرحه. انا من اقرب جهه الرئيس، الرئيس عنده حزب قال حزب الاتحاد مجلس الجمهوريه وطاوا هون شهرين هم واحدين في لا شرح الخطاب ولا عدلوا بقبال ذاك الشرح شيء، والرئيس خطابه ما عينوا في الشرح كيف قلت لكم اللي قالوا الحسانيه ولا هم مجهولي انا ولا هم مجهولي بي ار ولا هم مجهولي المعارضه، مجهولي الشعب مرتان، الشعب مرتاني فاهمين، لكن اللي قابضوا بانه ايجابي ايجابي، لكن اللي قابضوا منه انه في شيء سلبي سلبي، قابضوا انه سلبي ما قانعوا لا قلت صراحه وانا فهمت الرئيس خطابه ياك اللي قال واضح ما يتعلق بالحوار تحديدا، اذا يتعلق بالحوار قال عنه الحوار فتحه لانه هو انا بالنسبه لي هم اللي نتكلم بصيفتي ماني مايل على المعارضه ولا مايل على الموالات، الرئيس قال عنه يبقي الحوار يخلي وقال عن الحوار لا ينطلق فلا عنه قال عنه لا ينطلق بمن حضر قد عداك ما زيان عنده المعارضه بين احنا هون هم عندنا البروتوكول والتحجريب وهذا من 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 الامور الفاعله الحقيقيه هو الحوار بمن حضر هو الحقيقه هو الحوار ما قد يعود خارقه مده معطلته ما هي خارقه غير مودي يلا يخرصهم ما لهم ما يجوا الاسباب اللي مخليته ما تجي منها منطقي كامل الرئيس صاهر اللي عنه ذاك الشيء قال عنه ما عندهم فيه ما عندهم موانع في الشيء كامل مطروح معقول ولا منطقي عنه ينطرح ثانيا قالوا عنه ما عنده حدود عنه كل شيء قد ينطرح معناه عنهم يا الله يخلوا هاي الفرصه توقد عليهم ويخلوا الرئيس هو الحزب حزب الحاكم في المشهد السياسي وحدهم لانهم هم كمعارضه وكمنتدى وكالاحزاب كامله وكاتحاد قوى الديمقراطيه هو كامل هذا ما يصير عنهم راهم المشهد السياسي موريتاني ما يا الله يخلوا هالموريتاني يعدلوا شيء من دونهم يعادوا حتى انهم يعادوا مراهنين انه ما ينجح هذا ما هو مصلحه البلد هو ما يا الله عدوا راهنوا عليه شيء ما هو مصلحه البلد يا الله يمشوا فيه ويطرحوا وين عندهم راهو يعاد هذا ما هو زين عندهم هم ما داير حد فيهم الباب يدافعوا لا شيء يقولوا هذا الحوار فاشل واحنا ما نشاركين فيه وراجعين عنه يا خير يلا يفهموا عنهم ما يقدر يوقفهم مولي الرئيس عنده سلطه تنفيذيه وطارح حوار شعب موريتاني ما يقدر يوقفه الا من خارج من الناس ما يشارك فيه ولو راهي تعوديك الناس اغلبيه لانها اذا عادت اغلبيه ما عندها شيء نعتنى بها عن الاغلبيه فانت ما خلقت انتخابات ما خلقت استفتاء ما خلق شيء نعتنى عنكم انتم ما بين عنكم اغلبيه دونك السلطه التنفيذيه هي الشيخه وقالت انا فاتحه حوار ما يلا اي حد يعدل السياسه يبقى عنه يا خير انت جاي ما لك مفارسه على شيء لا تطرح اللي عنده يعدل لك من المعدل وتنقنع بما هو معدل والله ما يعد الحوار فشل يفشل انت مشارك فيه ما تخلي لين ما تجي ما تقدم موريتانيا تم توقفه على مدة خارجين واحدين ما جاوا يسوس قد قوته كل واحدين وراني معني هون وصمم انهم قلت تمجيهم على ضاره الحوار حتى وضاره وعنها مولي ضاره بالشعب الموريتاني وعنهم يلا يتحملوا مسؤوليتهم الشعب الموريتاني يحتاج اليوم ان يخلي يصيب الطريقه يبني بها الدوله ما يتم دائما في الحوارات وفي السياسه وفي السياسه 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 ما دام الرئيس اعطى هاي الفرصه يسوى هم متوافقين معاه من اخلاق الشعب الموريتاني ومن اخلاق مستقبل الاجيال ومن اخلاق مستقبلها يلا يجوا ويطرحوا هذا اللي عندهم يسوى الخطوط اللي عندهم لان الرئيس قال عنه ما في حدود واللي اللي كان مشعرانهم هم ومخلين ومعدلين وعنده مناورات وهذا الشيء اخبار المنظر قال عنه هو ما هو يعود عرقله للدستور هذا وضع لين يجوا اذا عاد فهم شيء ما تروح عرقله للدستور قولوا لا 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 هو قال عنه ما هو يعود عرقله للدستور هذا ما انا قابلين يا اخي يجوا قلت تمجيهم يعتبر تنازل عن مسؤوليتهم سياسيه تجاه المواطن جميل هم لمسوا من خلال تعهد رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز بأنه سيقضي على مجلس الشيوخ في موريتانيا وسيستبدله بالمجالس المحلية من خلال استفتاء على الدستور الموريتاني هم لمسوا من خلال هذا بداية تحرك نحو تغيير الدستور ربما يلمس المأمورية كيف تجدون هذا؟ شو؟ أنا لا نقول لكش ولا نختير حد يفهمه فهم قلط مليز عزاد ويحتاج الشرح شو هو اللي قال الرئيس في اخبار الدستور؟ يلا تفهم عن الدستور ما هو محمد عبد العزيز. وعن ما هو له المعارضه. وعن هذا الخلق اللي يقول لك هون الدستور مقفول وهون الدستور مفتوح. شو هو نحن؟ ما قد انت منصنتو اللي يقول محمد عبد العزيز، واللي يقول احمد دادا، واللي يقول المولود، واللي يقول مسعود، ولا نصنتو اللي يقول توماس هوبز، ولا نصنتو اللي يقول جان لوك، ولا نصنتو اللي يقول شارل مونتسكيو، ولا نصنتو اللي يقول جان جاك روسو. هذا هم الناس اللي اسوا للديمقراطيه واسوا للعقل السياسي هذا وش يقولوا كاملين
يلا تفهم عن بدايتهم مع هوبز. قال عن الديمقراطية من رأسها، عنها الوفاق ما بين شرين، شر الدولة، الدولة من رأسها شر بكتين تخلي السياسي يتحكم فيه قدي تملك تلا، وشر جيد. وشر المواطن، مواطن بس يعني تخلي مولي بين الناس ما لك معدل النظام قدي تمتلك كي كان خالف تعود سيبه. جان لوك ايش قال؟ جان لوك قال عدل العقد الاجتماعي. ايش قال؟ العقد الاجتماعي يؤسس للدولة بالتراضي، بالتراضي. يقول هذا التراضي يحق للشعب انه يفسخ هذا التراضي، لان يعني الشعب هو المعدل. ما فهمتوا شارل مونتسكيو ايش يقول؟ شارل مونتسكيو يقول جاء فصل السلطات، يا قاعد يوقف الاكل، يا تعود الدوله ما تقدر تعود شرع عليك، ويا قاعد المواطن ما يقدر يشرع للدوله. فصل السلطات عدل فصل السلطات. هذا نحن هم انا قابلين فصل السلطات، بس واحد يقول هذا طلسول عبد العزيز، ولا حبسول عبد العزيز، ولا طلسول وزير الاول، كل شيء مربوط، كل شيء مربوط مربوط بهذا. احنا خلينا لين نمشوا عندك لين نجوا جان جاك روسو. جان جاك روسو صار هو اللي نهل. ايش قال؟ عدل قال على الاجتماع السياسي يوحد الافراد. اجتماع سياسي يوحد الافراد ويتيح الديمقراطيه العاقله. الديمقراطيه العاقله شنو؟ الديمقراطيه العاقله معناها روايات تعود عندها قيود. اللي هي شنو؟ الديمقراطيه العاقله هي التي تقف حين تبدا حريه الاخر. هذا ما هو اللي خالق مولي عندنا نحن. نحن نصمتوا اللي يقولهم هم، يقولوا ما نصمتوا لهم في الرصه، احنا نصمتوا البشريه ماتت مسجوده. قال فوكياما عن نهايه التاريخ، فهمت؟ عن انتهى الفكر، ما خالق شنو هذا قال فيه من بدايه الدول اللي جايه. هذا الدستور شاد واخبار وقول هو قجر، قول هو ما قجر، ما في حد قد يكرده عنه قجر، ولا في حد قد قجر. الرئيس قال عنه له يطرح تعديل دستوري مجلس الشيوخ. تعديل دستوري كل حد يحق له يطرح تعديل دستوري. شو امريكا اللي حلال التعديلات الدستوريه اللي فيها سنن وثيقه الاستقلال، توماس جيفرسون ينعدلها هو الكاتبها، الرئيس الثالث للولايات المتحده. قال عن عدلوها لا 10 اليوم لحقوها 27 تعديل، ما قط ردوا منهم ولا تعديل كحول واحد، هو اللي قط عدلوه حرمه وعدلوه تعديل اخر معاد حروه به. توماس جيفرسون شو يقول؟ توماس جيفرسون يقول فأول شيء يقوله في أخبار الفكر السياسي قال عن لا يمكن لجيل أن يكون وصيا على جيل لاحق نهائيا. ما به اللي أنت لا نقول لك تقولي عنك الولاية تقفلها ولا تفتحها. تلعب دستور عدل ومختال دادة يقد ذاك مختال دادة قافل عني أنا، هو واحدين ماتوا فاتوا ماتوا قافلين عني، عني نقول عني داهن عدل كذا والله عدل كذا، يقد واحدين فهم الدستور كثير ولي قال الدستور ما يقدر ينقف، يقهر ما يقدر ينبطش فيه مد عن قبل حد يعدل على مقاسه، ما يقدر به وثيقه اخلاقيه عقد بين الناس. ما راك فهمت معناه انه هو قال انه يطرح حد الدستور، يطرحوا حد الشيوخ، يقولوا هم انهم لا يطرحوا قله حل الشيوخ به هو المرجع الاساسيه في الدستور شنو؟ ما هم هما ولا هو الدستور كورقه، هو اراده الشعب، الشعب الموريتاني عندما يريد الشعب عن عدل اللي يبقى. ما يتواسى قاعد لاي سياسي يقول انهم يقول انتم تقدروا تعدلوا ولا ما تقدروا تعدلوا، ما خالق شيء ما يقدروا يعدل. شنو خالق اصلا مشكله؟ شنو قالوا التغيير على المقاسات؟ عنه عبد العزيز ما يقدر يقبض الدستور وقجر على مقاس ياك وعدل منطقه ثالثه، هذا هو قال عنه قال ما هم عدلوا ولا ما بيشادين اخبارها بيه، هو مازالهم منطقه منطقه شرعيه. جميل. معناها عند الواحدين فيه كامل قالوا شنو المناورات، شنو الخلق، ما هاموا الامور تتقدم. نحن حال اللي فاصلين فيه تغيير الدستور وفاصلين في كل شيء. الدستور يا الله يقجع قايل هذا كان الدستور فاصل وقجر، قال ما هو شور شنو اللي قايلين هما كيف تنقلنهم؟ لا مركزي اللي طرح رئيس الجمهوريه نحن معاه فيه وقتنا طرحناها لنا عيمان نقولوها بهدي هي تعود هي ركيزه التنميه في البلد، وهنا الخلق عند بريداته ويقدر يعدل شيء ويخلق غير شيء الله يعدل قاعد في الدستور. انا بالنسبه لي الدستور يا الله يراجع كامل كامل، يا الله قاعد يلتقى وراني. هم ما نتكلم عن المأمورية، المأمورية ما نشهد اخبار وراي خارجي قعدت هي خلعت ما نشهد اخبار، ما نشاهدين اخبارها ولا انا داعمين عليه ولا عبد العزيز. انا قاموا هو الموريتاني دعموا عليها كلام اخر، نحن بعد نعد ضدها الحمله وهم اللي هنا دعموه اللي يديرها ولا ينجوا نزرقوا معاهم نزل صوتوا ضدها يصبحوا ما يقدر يفرصيها انقلابات ما تتخارقه وجرمت فهم يقير شت الدستور الفاصل فيه على نعيد تاسيس البلد. هذا البلد جون، انا اعطيك مثيله بسيطه، حد قال هون قال عنه محظور انتهى البلد جون. الناس هون المواطنه، لماذا ما خارج دوله المواطنه؟ لانك الوطن انت ما تحس به، تعرف حالي تخمم ما تحس بالوطن، انا ما نحس بالوطن الا عن ساكنين هم. يا اخي الوطن منين؟ شو نحن ما عندنا نشيد وطني عنين؟ شو احنا ما عندنا نشيد وطني جامعنا؟ احنا نشيدنا وطني مع احترامي العلامة اللي قايلوا وعنه في الوقت اللي قالوا فيه ما كان قد ينشبر فيه مهله، لان احنا ما كانت عندنا دوله والوطنيه ما كانت الناس فهمتها، وكان دعاء سلفي مهم يجمع الشعب ويجمع دينه. يا اخي هو عباره عن نشيد صوفي والله دعاء دعاء جيد وذا النوع، ما في شيء يربطك بالوطن. العلم الموريتاني ما في شيء يتحدث عن الدولة، ما يتحدث عن الدولة. العلم الموريتاني ما في شيء يربطك بالوطن. النجم والهلال قطع عادوا راية قديمة والله، هذا كانت راية المسلمين وخير يقير يلا تفهم عن الدولة الإسلامية. ما كان فيها
الشعور بالمواطنة كان فيه الشعور بالانتماء الديني، ما هو الشعور بالانتماء الوطني لأن الوطني قد يشرك الكافر والمسلم عدو فريدة. فرنسا فيها المسلمين، لبنان فيها المسيحيين، وأمريكا فيها المسلمين وفيها اليهود وفيها لاجيك قاع الناس اللي ما هي ما عندها شيء وشنو، فيها الناس تعبد البقرة والناس تعبد كل شيء. الوطن هو الوطن والأمة ما هم واحد. الأمة لا بد لهم بعد زمن، معناها مدة عاشت ياسر من التاريخ في بلاده عندها تراث مشترك، والشعب كافي الحيز الجغرافي لا يتطلب بعدا زمنيا. لا فاهم، نحن شعب، نحن شعب أمة يقر مدي شعب. البلد الوطنية لا بد لها من الشعب، هذا الشعب لا بد له عنده شيارة مزروع شيء تمال كيف. نحن اليوم هذا نشيد الوطني لا عندنا لا بد فيه، هم طالبين بمراجعة، هم طالبين يقول لك نحن الدستور لا يراجع، لا يراجع لا بشيء، لا يخدمه الموريتاني كامل، ما يخدمه المعارضة ولا يخدمه الموالاة، يخدم الشعب الموريتاني والشباب اللي عاد عنده أفكار جديدة وعاد هم وعود كيه الدبول كيه العادة السياسة وحاجة لا شهامة هامة عن نشيد الوطني تعدل مسابقة ويبغى نشيد وطني يحس إن هو النشيد الوطني عبارة عن هذا. والنشيد الوطني هو رمز الفخار والعزة ومبعث للشعور والاعتزاز والانتماء للتاريخ الوطني وتسطير البطولات والأمور. هذا هو اللي ما تحس به، ما تحس الناس اللي تضحي من أجل الوطن عن هذا العلم اللي مات تحته أنه يستحق عليها قاعشي. هذا هو فائدة النشيد الوطني. نقدو نحتفظه بالأبيات الأولى اللي فيها الدعاء من النشيد الوطني ونقدو على نفس البحر ونفس القافية ونجيبوا عليه شيء يرمي إلى الوطن والاعتزاز والفخر والتضحية ونعدلوه ونلحنوه لحن ملي حداثي، ما هو بالوتر الخامس اللي عندنا، الوتر الخامس خارج اللي عندنا احنا والسودان، ويصعب على امريكا وعلى فرنسا وعلى المد اللي يتلحنوا نوتات وما لا يفهمها. تمني تلجيها رئيس الجمهوريه تصعب عليها. وتعود تعرف نشيد شنو؟ وعود النشيد ملي ما يعدل لا نشيد بالحال وعود كيف نحن هذا بسيفنا عرضوا النشيد، اولادنا ما يعرضوه، الخلق ما يعرضوه، يا الله يعود هذا النشيد تطلع الرايه مع الصباح في المدرسه ويقولوه التلاميذ وعود عندهم ارتباط بوطنهم، هاي واحده، يا الله الرايه تقجر وندارو فيه شيء يرمز الانتماءات الخارج. احنا نتكلم عن الوحده الوطنيه، وواحدين يسموا لك روايه غورغولد وروايه كيف وروايه النعمه، جاء الله يعود العلم من راسه يرمز الى امور في البلد. احنا مثلا عندنا الوحده الوطنيه، ما انا ما نقبل علم مثلا نقول راهو لا شيء تو بعد خيال من انا ماني قاعد متخصص فيه قد قاصر مالي يقال هاي الله جو المتخصصين وهذول السياسه اللي الحمد لله شاكين عنهم منتهين وجو يناقشوا هذا وهذا ولقد يخلق الحوار. نقولوا عندنا نديروا فيه مثلا خطه بيض وخطة كحل يرمز الوحدة الوطنية، نديروا فيه خطة أحمر يرمز للناس اللي ماتت تحت هاي الراية كالتضحية، يرمز للدماء الناس اللي ماتت. ياك تعود أنت تحس عن عندك وطن، نحن اليوم ما نحس عن عندنا وطن يا أخي. إحنا دائما دائما الوطن يدور على إيش؟ يدور على الانتخابات والسياسة، وهذا النوع شنو؟ بين إحنا الأحزاب عندنا به دائما تدور على منتديات سياسية وانتخابية. عادة الأحزاب عبارة عن نوادي ما بين السياسيين وأصحاب رأس المال، نوادي كيف النوادي تسمع كليب، فهمت؟ عادوا لا نوادي كريال مدريد وكيف هانو لا نوادي ما هم لأن ما هم واحدين في خدمة الشعب، فهمت القيلة؟ لأن هو يلا تخرص الأمور لدور المواطن الموريتاني البسيط، يلا نحن وهذا راني لك ما نتكلم لك عنه نحن، بين نحن ما تنا استفاد منه، شتى أنا وأنت والخلق اللي يكبر منهم واللي خاص منه كامل، دولة ما توليها راهون، هاي الدولة يلا نعودوا هامنا بين نحن ما ريناها. يلا نعدوا الخلق اللي عنده ست سنوات طار، لا تريك اللي عندهم ست سنوات طار، نعدلوا مثلا خطة قالها 2050 2050 على 2050 ما تنعدوا شادين النوع لك من الأخبار. هذا بالنسبة لنا احنا زين، وهذا بالنسبة لنا احنا بس محل قد يخلق على المحاور اللي هنقولها. أنا يخلق حوار وطني شامل، كل شيء يمتس فيه ويراجع فيه الدستور ويراجع فيه كل شيء، ويخلي التبادل السلطة عود سلمي ويعدلوا له أمور ملي يقدر يتماشي بهم بالصيفة. ما من العادي يبقوا المنضات ما يخلقوا المنضات ولا يخلقوا هذا يقير يعاد حاجة. إذا قالت الموالات في نقرة الحوار أعلنهم رأوا كل شيء لهم تس وكل شيء لتشتد أخباره وإنستيتات الموالات على قضية المأمورية يا أخي، وعاد شد أخبار يا أخي المأمورية ما شد أخبار، أنا فوق المأمورية، المأمورية مش شد أخبار، هو الرئيس قال عن المونتاج ما له، قالها سمعته قالها للصحافة وقالها في النعمة وقالها في كل بريده. هو راهو لك ما مخالق قانون يطالبه بانه قاعد يقولها يقير قالها ولعاد ما قالها، نحن مولي هذا ما راهو عنه يترشح ما قط قالها لنا ونحن هي زينه عندنا ما راك فهمت، ما هي زينه عندنا بيدي تبادل السلطه، هو اللي معدل هو اللي كان يدورها ما يديرها، هو ما فرضوا حد عليها، هو هي الوين ما فرضوا حد عليها، هو اللي مقترحها، ما يقدر يخلي لك واحد يقول لك عن المقترحة، هو اللي جايبه هو اللي اقترحها. غير هذا يا اخي حق نريد به باطل، لماذا نشد اخبار قاعد المأموريين؟ يا اخي المأمورية ما هم حد شد اخبار، من درك انا هم اللي يطرحوها، حتى احنا ما نطرحوها، احنا ما نطرحوها ولين تطرحها مده، لان يعني مشوا معاهم هم
بيني نحن ما نبقى حتى محاكم من الزمن كله. معناها كنتم متمسكين بذاك اللي في الدستور. ما يلا نعود نقولوا بيني نحن ما انا متاكدين بس تجاه المأمورية انتم متمسكين بذاك اللي قال الدستور فيها. متمسكين بذاك اللي قال الدستور. يا اخي احنا قدامنا الدستور هو الموجود حالا. هذا الدستور لا ينفرفروه بعد قاعد نعدوا فيه مصلحتنا احنا سابق مصلحة للسياسة. نعدلوا منه بعد قاعد مصالح الوطنية. دستور وطني. زين. نعدلوا منه دستور وطني. ونقجروا الامور ونعيدوا تأسيس هذا البلد يا كان في 50 سنة يعود عندنا بلد. ونبنوه على المحاور اللي نقولها. قجروا عنا العلم وقجروا عنا النشيد وقجروا ياسر من الامور اخرى فهمت القايده ونبنوا على شين قال له التمدرس تعليم شين قال له الصحه يعود التلاميذ المدرسه الابتدائيه تعود اجباريه وتعود عند الدوله ما تعود فيها التعليم الخاص ياك يعود التلاميذ الجابروا كاملين بجميع الوانهم الفقراء والاقنجاء ويخبط لهم النشيد ويشوفوا الراية ويعود عندهم ارتباط بهذا الوطن لين يلحقوا كلش يعود حر حد يقيس التعليم الحر الله يبقى لين يلحقوا ليس يعود لا بد من المدرسة الداخلية وتعود في الولايات فر هذا ولا تركز عليه لا مركزية يعني تعود الناس تسكن في المدارس البعيدة لا يجي ول القرداي ول الوزير يعود ساكنين في الانترنة داخلية ساكنين يقرأوا وهذا تخرص تعود فهم مساواة ياك يرتبطوا بالوطن لأنك تريهم الوطن يقرأ الناس كده يمشي يعود يشتغل في أمريكا يشتغل في فرنسا ما عنده ارتباط بهذا الوطن لين يعود هذا الوطن هو السكنك وهذا الوطن هو القرى وجابرت مع جميع أطيافه وجابرت الناس وتمازجت وجابرت وذنه هذا هو اللي يخرب انه اجيال تقدر تعيش في دوله، احنا اليوم هاي الاجيال عندنا ما تقدر تعيش في دوله بين اللي احنا متنافرين كليا بيد الله يمشي رابطنا. زين سيد داود الاسباب اللي يقولوا اللي تقول المعارضه، دعنا نكون واقعيين، الاسباب اللي تقول المعارضه عنها مانعتها من تقدم عليه الدخول في حوار مع الرئيس محمد بن عبد العزيز، هاي الاسباب في نظركم انتم معقوله منطقيه؟ شو انا بالنسبه لي ما خالق سبب مبرر. ما خالق سبب يقدر يمنعك من تحاور قاع احد. ايوه به اللي انت قلت سبب يمنعك من تجي لحد اذا عاد لا يقفل عليك ويقول لك انك ما تتحارب يا غير ما يلا حد يعيط لك على الحوار والله على انه لا يتناقش معك اي قضيه سوشيال ما جيته تسمع اللي عنده وتقول لنا كذا ما بيعن الا خليه لين يوفوا نقول له ما نقابله يا غير هم قاع نصيحه لهم هم امام الشعب ما يلا عدوا معطلين الحوار يسوى عود حوار باطل يجوا للحوار الباطل ويظهروا عنه باطل علاش يقعدوا عنه هم اليوم يقعدوا عنه بالمدينه هم فم اجندات اخرى ما يديهم يراهنوا على سقوط النظام. توف لانه يسقط، نظام ما ولا يسقط صح؟ يلا تفهم عن هذا النظام. عندهم هو في قلط كبير ما هم فاهمين. شنو؟ شتا النظام؟ ما هو نظام ولا عبد العزيز؟ شتا النظام؟ نظام جابوا شمد خلق كان زامر من هاي البلد. مدة 60 عام. فيه مشارب شتى. وفي شيء كان حاضر مدي من الصفاقه ومن الخلق اللي ما يزول عن النظام وجه واندمج فيه. يقرشت الناس اللي هي ركائزه الاساسيه اللي قالوا موريتانيا الجديده نظريه نظريه ايوه سؤال يعود ما وجد عليهم قال قايل لهم انا عنها نظريه باش عنها نظريه وانا هو الشيء من خلق متمسك به ايوه وذو بدا يرجع شفت هي موريتانيا الجديده اللي عدلوها ها قط نقصاو نقصاو فتره معينه كان طبقه مقصيه نقصاو نقصاو قصاهم لعبد العزيز قال قصاء لهم لا ياك يعطي فرصه شيء من خلقه اخر يعطى فرصه شيء من خلقه في شيء ولين تخرص ساك العليان وتخرص الدوائر الرسميه وتخرص خطيه تجبر راجعه لاهل الموريتانيا الجديده مالها؟ لان متمسك بذاك النظام ما هو بالعبد العزيز ولين تلو العبد العزيز نازل عنه لا يتنكس لكن البرنامج اللي فات خلق فيه هذه المنجزات وهذه الامور اللي فتنا حصلنا عليها ما اتينا لها تحصلوا احنا وهي زين وحد جا بطريقه يسوى عزيز لان كحزوا به اللي نحن ما كان عندنا قاع شيء اليوم لين عاد عندنا شيء وعندنا قدر من البنيه التحتيه ولاني هو متكلم لك عن الانجازات غير بعد عندنا الشتو تروتوارات مكتسبات حققناها كره شنو الامور مكتسبات مالي سياسيه في الاصلاح السياسي ما تقول انا ما خلقت في الطريقه اللي اليوم الشاده انه تبيها رغبه ما كانت خارقه حريه طريقه الطرح اللي اليوم خارقه في الحوار ما كانت خارقه هاي المكتسبات اللي حصلنا عليها ما لاهي يقبلها حد منا ولين تلو عبد العزيز يعدل معاهم فيها صفقه لين الذروع عليهم نقزوا هاي قايلوا لك انا به اللي حصلنا عليه ما تنينا نتراجع عنه وهذا نظام مدري حد شاك عنه لا خاص عنه لا يجي يمشي من الاحساس ويجي يجي بل ما لا يجي بل يقول لي نظام نحن واليوم عبد العزيز ما عبد العزيز انت في منطق لا نجيبوا واحد واخر والله يجيبوا هما واحد يحمل الان يقدر يحمل نفس هاي المكتسبات يدافع عنها بين المكتسبات ما تنال الاخرينها بها اللي نعتبروا عنها امانة بعناقنا عدلنا لها الوطن ومشينا فيها وضحينا من اجلها وسهرنا عليها الليالي وعنها ما لا يقدر عملنا رجاج يكون حد يعدل يجيب لنا شيء احسن منها ولا يمشي معنا فيها يجي مرحبا به سهل يسوى معارضه يسوى مولاه شي كامل طرحوه لنا مولي في مصلحه وافكار يا غير في المقابل مولي
نطالب على المعارضة يلا تحضرها بلدها ويلا تعد الإدارة مستقلة ويلا عودوا حاضرين في البلد ويلا عودوا ملي ما هم عدل فيهم بوحايمر وما يقدر حد يقول فيهم كلمة صالحة ولا يقدموا نخبة أبناء البلد وفيهم ولا تصيب عنهم موريتاني فيهم ودي فيهم ياسر الناس المهمة وفيهم ياسر الناس عنده فكر وفيهم الناس قد تساعد بناء البلد يلا يجوه يلا كاملين تتعاونوا على حالة نبنوا بها بلد ياك قد نعدلوا بلد 2005 دو تريكر دارك عندهم 6 سنوات قد نسلموا الوطن عندهم له انتماء وعندهم الشيء ويتكتب جميل. إذا هي دعوة وطنية للأطياف السياسية المعارضة من أجل المشاركة في حوار وطني أنتم تسمونه الحوار الوطني وليس الحوار السياسي لأنكم تعتقدون بأن هناك قضايا وطنية يجب تحقيقها ويجب إنجازها للأجيال القادمة قبل القضايا السياسية اللي تراهن عليها الأطياف السياسية من موالاة معارضة. أنا الشاك عنهم يلا عود خارج الاثنين يلا عود خارج حوار وطني ويلا عود خارج مفاهمات سياسية إيه السياسة طالبينهم قاعد يتحاوروا حدا شيت الخلق اللي يود الحوار السياسي والانتخابات يمشي يتحاور واحد يا غير خلونا نحن والمرتان الاخرين نتحاوروا على تاسيس بلد فهمت لانه فاو فوتهم وفاهم السياسه يجونا وقابلين نعطوهم مجي 10 عنام من الحكم هم كانوا يتحاوروا 15 عام كان ما في انتخابات نعطوها لهم يا غير يفتسروا ربما كلامك هذا كان يقدرون عدلوا دول كلامك هذا ربما يجعل المشاهد يتساءل من انتم من أنتم؟ أنا هون أتكلم. رئيس حزب سياسي. أنا رئيس سياسي. رئيس حزب ما نتكلم هون باسم الحزب. لا أنا. حزب نداء الوطن اللي يعود. نداء الوطن ما يدورش. إحنا نتكلم باسم الأغلبية الصامتة من موريتانيا اللي ما هي فاهمة السياسة موجهة الناس كله يوجهه للانتخابات. زين. ولا ندورهم يزرقون. بيادق. ولا ندورهم يعدون الانتخابات. قال ندورهم يتبنوا معنا أفكار بناء الدولة الحديثة. لا توعية دورهم يتبنوا الدولة الحديثة ولا أنهم مترشحين لهم ولا أن دورهم يزرقوننا ولا أن دورهم يعطونا لفضة ولا أن دورهم يعطونا شيء سوى شنو لا لأن تم يقول لهم كلمة الحق ومطحوا لهم شنو الرؤى اللي السياسة ما هم مطحينهم بهم اللي تحكم عليهم مصالح انتخابية وتحكم عليهم مصالح سياسية وتحكم عليهم مصالح اجتماعية نحن هذا كامل ضاربين بعرض الحيط ولا نوضحوا المواطن الموريتاني البسيط اللي الدولة ما فهمت دوره في الدولة والوطن ما أجبر انتماء له ولا أجبر له حاضنة حاضنة بيها بيه اللي مساعدة نخلقها الوطن باش ترى ما فيه انتماء لا أعطيك مثال أنت ترى عنه حق الحق قوي استنارك متأكد عن خلق اللي صنت لي يعرف عنه نقول حق أنا نعرف عنه حق قال مولي ماني فويس أنا نعرف عن خلق اللي صنت لي كامل يسول منه ما متوافق معه يعرف عنه حق أنت ترى عن حزب الشعب سامع به والله حزب الشعب كان هو لا هو الدنيا ولا آخرة اللي انطاح المختال ده الناس اللي كانت قايدة حزب الشعب عاد تنطط زين البيروهات ما يسلم عليها أحد انت تعرف الناس اللي كانت تتبع ويبون شر اليهود مقدس وجات بلشين قالوا هيك التأديب الجماهير وتعرف الناس اللي كانت مشجخ عليه عنهم كان قال التهديد اللي يمشي والهداده قطشت لحد شاد اخبار الهياك عاد يقول دثرت معهم عشان هم واندثرت معاهم شاد حزب الشعب ترى عن جي بي ار دي اس حاجه ذاك من الاناشيد وياكم من التهديد يوم طيحت للطايع قط سمعت لي حد شاد اخبار بي ار دي اس ابدا تقول واحد انه كان فيه يقول لك انه ما هو اللي كان فيه يتنكر الماضي مش بي ار دي اس وجوه هون عادي ودخلت الناس كامله اليوم ما تسمع حد شاد اخبار عادي ولا يبقى يعود فيه وجاب بالو للبي ار لين يمشيوا لعبد العزيز يعود للبي ار ما خارج حد عنده به اقتراع ولا خارج حد يدور عنده في البي ار هذا شو السبب بين الناس ما عندها انتماء للوطن نحن ندور تعود خارج روايه ننتمي للخلق يسوى الحاكم شيء الحكام زايدين والشعب المدي اللي موجود حاليا زي ليش يقول يا طارح على راسك سؤال ليش إننا نحن فيه لعدنا ما لنا فيه هي الدولة بالنسبة لنا نحن والله بالنسبة للمناظرين كاملين اللي يعرفوا أخبار الدولة هي الدولة عبارة عن بوتيك كانوا واقفين فيه وحدة يصلحوا لا يسلموه ليانا علاج يوم لا يعودوا كهولهم من الترتين يدورون نعرف لهم شيء أنت من داويهم أنت من قاري تركتهم أنت من أعطيهم ريترت بانسيوهاتهم ويعادوا جعاني نوكلهم فهمت سلموا ليك الدولة يلا نتبارك معاه ياك بالله يجوا رايانا يستلموني انا ومالي انا دايروا راسي لاني ضعفان وما عندي شي راسي فهمت دونك نحن عدناك نبقوا الى استكهلنا وضعفنا تعود عندنا مده لا يتعد تزين الشيء ولا يتعرف لنا شيء ها يلا نعدلوا الهدول نسلموا هذا لان قبل نحن نبطشوا فيه كي كان خالد وعود ما عنده انتماء لان نمشوا عنه نحن ما لا يعرف لنا حد شيء خاسر الاول نحن خاسر الاول نحن ما خالق الطب سليم. ولا خارق الامن ولا خارق هو 3000 ذاك ولا تعليم ولا قانون وانت هو الصانع لا شيء انت هو الصانع هذا لا يولد عليك انت هو اللي صنعت به الطريقه لين صرت تصنعه بطريقه جيده وتسلمه للرجاج لا يعود هو يحميك ويتخمم بلا الله يحميه لا بده يلحق له شيء يسلمه له صالح ياك هو ملياه يطوره ياك تبقى نفسه عصام سودت عصامه اذا لين ننتقل الشور
شور قضية آخر لقاء لي معك كان هون في قناة الوطنية، وكنت على ما أذكر يعني عندك تصور وموقف من أداء الحكومة الموريتانية، هاجمت أداء الحكومة الموريتانية وصفت بالحكومة اللي ما تمثل لا ما هي حكومة سياسية ولا تكنوقراط ولا ما عندها أي مشارب يسوى شن هي ومن درى هذا الهجوم اللي فتحت على الحكومة وأداء هذه الساعة كانوا إرهاصات معارضة لحزب النداء الوطني اللي تمثلوا والله كانوا درجة من مساندة الرئيس محمد عبد العزيز من نوع آخر، موالات من نوع آخر. شوف احنا اللي قاع موضوع جلستنا ما كان اخبار الحكومه، اخبار الحوار واخبار هذا يقال الحكومه قد تقل انا شي كامل قد قلت هون ولا بلي دخله من زدت لا متمسك به كوني يظهر لي العكس. الحكومه قلت بعد عن ادائها ما نافع هاي الحكومه، وقلت انا ما هي حكومه سياسيه، وقلت انا حكومه اكثر ضرر على عبد العزيز من نفع هذا، بيد حكومه تمتص من قوه عبد العزيز ما تزيد قوه. يقين الحكومه ما هي موريتانيا الجديده؟ موريتانيا الجديده قلت لك انا اللي بدوا ارهاصاتها يرجعوا واللي بدا خلقها يرجع اللي حست كيف ما قلت لك ساعة الرئيس مختطف منها قال ما هي قابلتها ونظريتها ما هي متصله معها، والحكومه قلت بعد عنها ادائها فاشل بيد هاي الحكومه قطعا عنها ومزايده مول دعم لعبد العزيز وكلاك ماني مول مبرر لكم بيد انا ما ندعم قاعد عبد العزيز ولا دعمه، لكن موقف عندي انا شخصي قال ماني جايبه هنا نتقرو فهمت القايله ماني نتقرو بيد ما عنده دور شيء فهمت ما عنده دور شيء عند عبد العزيز ما عنده دور شيء عند المعارضه لا عنده دور شيء عند الحزب الحاكم فهمتوا لانهم عنده شيء يقطعوا ما عنده دور عنده شيء انا وطني وطني قال موريتاني فهمت دافن فيه 100 جيل فهمت ولا عندي مع هذا الوطن فهمت وننتمي له ونتكلم عن مصلحته ولعبد العزيز دعمته نظرا عني مقتنع به ونظرا عنه قطعا بدون مزايدات عنه قطعا عنه عدل ياسر 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 لهالبلد ياسر في جميع المجالات وخليه بزمن مولي ياسر من شراه ومصالح كيف الاحكام كامله بالكمال لا لله فهمت يقال اذا كامل مولي بعد نفعت هو عن ذاك اللي خاسر مقبول ينطرح للتفاوض وانا راعيني داعم ولكن عجب حكومته هذا عادي وراعي واحده من المعارضه يتحاوروا معه ويشدوا معه الاخبار ويخلق ياسر الامور ما كان خالي قطع عنه زمنه انا خلق فيه ياسر مشي الصالح الدوري الاستراتيجي الدوري البعيد يقر بالنسبه لاداء الحكومه هاي الحكومه ما هي ما تخدم عبد العزيز زي قلت وبعد هذا نظره هاي غيره على النظام انا النظام ما نبقيه ضعف لان هاي الحكومه ضعف النظام والنظام كان قوي قبل الحكومه كان قوي وكانت المعارضه هي تطالب معها الحوار هي اللي تطلب الحوار والنظام هو اللي ما بي وكانت يزاهم عند ترامب انه دقيقه يحاور ولا قطع يطيلها النجاح اللي كان قوي هي السياسه مدري داعي بأدواع هي المعارضة من السياسة يعني تشوف تؤدي إحساسها عن نظام ضعيف محاورته لا هي دور يطيح هي رقدته خلينا نشوفه قوي ترى على لا بدها تحاور بيديه ما عندها سلطة تنفيذية والقوي اللي عنده السلطة التنفيذية التي لا تستطيع قطعها قبلها لا بد لهم من يدعوا عقلي ويعرفوا السياسة ولا شكل السيارة المعارضة فيه نخبة سياسيين في البلد ناس تعالب السياسيه كامله راهم متوالين شورها يقول له جات جينا احنا بلدهم في ساعه موريتانيا الجديده مشاكين هم عندنا ما نعرفوا كاع السياسه غير جينا تو قزرنا فهمت طعنا لعبد العزيز فرصه وجينا مشي وخلقت معاه شكيه ثوره وجات الناس من الهوامش اللي خلت الحكومه قاعده تعود خارقه الحكومه لو كان الاحوال كانت بحالتها ما يقدر حد منها وزير صحيح يتم لعبد العزيز ينبش وقرب قرب اجبارهم ما اسمع لك على اجبارهم لو كان الحال بحاله ما كانوا قاعدين ينجبروا اسمع لهم ينجبروا ما هم ينجبروا يمكن لهم الهامش الوراني من موريتانيا يقال ذاك قطع لي يقال هذا بالنسبه لنا احنا تحليلنا نحلله عن هذه الحكومه لا جزء من موريتانيا الجديده يقال جزء منها اللي ما هو اللي بدا اصلا تعدال موريتانيا الجديده موريتانيا الجديده جاتك ساعه كان ضدها العالم كامل خارج والداخل وقد تنجح في التقلب عليك الامور اللي نشحت واستتب له الامر واستتباب الامر ما رجع اجى في السلطه استتب له الامر في الانقلاب واستتب له في الانتخابات واستتب له في التبادل اللي خلق كان مستتب له وعاد قويه وعاد تحاور المعارضه واعترفت بها 100% وخلق وخلاتها تشتغل لين خلق ياسر من الانجاز اليوم عبد العزيز معطل معطل ما هو مخلي يبني الدوله به قاعد اهل السياسه احنا واحدين في السياسه هاي الحكومه تقبلنا من عبد العزيز ما هي جايبه له شيء يعني فت قلت ومزت قايله به اللي واحده فيه لا مصالحها هي انا مثلا من تخلص من تخلص مثلا قاعد ما نبقي نقولوا غير نقول لك ثاني تخلصك مجلس الوزراء لا يوم الخميس تم خلص اي مجلس وزراء بقيت انت خلص تجبروا ليش من قرى بال وزراء كل وزير عجن في عجن في وزارته اهل عبد العزيز ما هو عالم به دونك هم يقووا رؤوسهم ياك يجبروا بليده مجتمعاتهم ما كانت عندهم فهمت القايل؟ يصنعوا كارير سياسي كارير سياسي هذا ما قطيت ما يخلق الدول كارير جديد قريت في الست هنا مقطع الحجاب يهنئون وزير الاقتصاد والماليه اسمه هو اسمه الذي وزير الاقتصاد والماليه يهنئونه على انه معين منهم
سبع رواقي كون سيد المسؤول في وزارة الاقتصاد. ليه خرج السؤال لي رأيت مش من القراي شو القراي في دور وزارة الاقتصاد تخسرت من القراي وخليته قري وخسرت له وزارة الاقتصاد ما شفت لحد لا يزيد هالشيء وخسر وتخرص وقالك شنو مولي هالي ناس الاخرى يتباتروا اعطيني واحده من هناك نعطيك واحده من هنا هاي قلت عندي خرصوا اه كل عبد العزيز مو عالم بي وله معلوم في عبد العزيز ليه الناس اللي تنظر له الناس اللي تنظر له تعرف عن موريتانيا الجديده بدات تتقيا يقير هذه الناس صار اللي اعطت له فرصه من موريتانيا الجديده وبعدت عنها موريتانيا الجديده اللي جابت النظريه فشل اعطت له فرصه غير فشل لا يرجعوا على موريتانيا الجديده سواء يطلهم عبد العزيز سواء يطلهم بيمولي هذا نظامهم ما هم لا يخلوا مدى تلطش فيه ما عين نحن ما نعيطنا لعبد العزيز بروايه ما نفتصري معها نقدر نعودوا فيها وهو ما نسلموا عليه لا نحموه هاي مكتسبات بالنسبه لنا ولا يتنحمل ولا قد حد يوقف في طريق فهمتوا وهي التغييرات اللي مطالبين بها ما نحن الاولين مطالبين بها اشتراك اعاده التاسيس وتغيير النشيد وتغيير العدد تغير فات وكلم عنه في السبعينات راه هو تكلم عن الاستاذ جليل محمد الحضري البريدي اللي قاعد تعرفه قام الثاني قام الثقافه في هذا البلد ما استفاد حد منه ما هي صنت روحه سليم قام كبير واعترف بالعالم فر صنتو فكر بعد قوي لكن توماس هوبز نتكلم لك عنه جان جاك لا كيف جان جاك لا نوعه لا نوعه بالعربي وفطام بالفرنسيه قال ما مستفيد حد منه هون مال بدون سياسه قالها بوبتي وبرز 11 من خلق لما تعرف اخبار وسوشن قط هيك ساعه طرح اخبار تغيير النشي طرحوا وطرحوا في وثيقته موريتانيا الجديده 2008 اللي طرح فيها هذا غير ما قبلوا يصنتوا له الناس ولا يقولوا يشو هذا ما نحن اول حد نطرحوه نحن ما نجي دايرين عدو نحن هم مخترعين شيء نحن ندور شيء توفيق مصلحه البلد مصلحه البلد عامه مصلحه استراتيجيه لا يجبر تركتنا احنا ما تينا ندور شيء دوله ما تينا نراو نعرف عنه بدا هذا جيد جيد المعارضه عندها وجهة نظر وعندها نظرية تقول عن الدولة عن الوطن اللي طالبون توم اليوم بعلن يانا نعود نحس بوطنيتي وانت تحس بوطنيتك وعود فما تياها رداء جامعنا كامل هو الوطن وينخلقونا ظروف نقدر نحسوا فيها بالوطنية هي تقول عن ذا ما يقدر صح اللي اليوم الوطن مختزل في شخص رئيس الجمهورية ندرى شنو النظام بالنسبة لكم توم من مختزل كانوا مختصر شو الوطن المختزل رئيس الجمهورية وصف بسيط من مختزل مختزلين لهم نحن انا داعم رئيس الجمهوريه قال ما انا مختزل الوطن في رئيس الجمهوريه لي بير لي بير حزب الحاكم تقديس الشخص بير حزب الحاكم درجه الاول وطن لا نعود الا كيف بيه لي دائما احزاب الحاكمه البلد تعود الا كيف غير الناس الاخرى داعموا لعبد العزيز ما هي في لي بير وعندها طرح وعندها نظره لعبد العزيز ما هي نظره لي بير عنه شخص قد يعامل معاه وقد يبني شيء في الدولة عنه قد يعدل شيء في الدولة اللي عنده إرادة كما قلت له أفصل لي ما بين الإرادة السياسية لعبد العزيز وتنفيذ سياسة لعبد العزيز والناس اللي معه لعبد العزيز لكن هو مسؤول عنه يقير قطعا لا شك عنه لعبد العزيز ها يعني يقول لك أنا عنده أخطاء ياسر عدل عنده أخطاء ياسر من الأخطاء في أخطاء سياسية حتى في أخطاء سياسية عبد العزيز ترك شاك عنه معصوم عن أخطاء سياسية ما يعدل أخطاء سياسية تعتقد عن أخطاءه هذا مس قط لا يا أخي شفت يا أخي قطع كان من نتائج يا أخي قطع عن أخطائهم ستر عليهم رواية عنك يا أخي شت حد مهام المزايدة البلد ضارك حالا في الوقت كانوا فيه تقولي عنه قد تقارني مع البلد قبل 2008 أخي هذا مثلا حد يقول لك هذا هذا كلامه تو فهمت يقول عبد العزيز عدل ياس الموريتاني هذا اللي عدل ما عدلوا له هو عدلوا لاولاده وعدلت له فضته هو ما جابه قيمة ما عنده له ولا عدل شيء ولا قط هون دار قدره ولا قط من الدار وهي هو رئيس غير ارادته حصل منها انه قبل الناس تبني هو كان خارج سابقه لا تفهم انا هي الذي كان خارج موريتاني ما موريتاني ما طلع ليش شوف تازياس كانت هون وسنين كانت هون والبحار كان هون والزراعه كانت هون شمامه هون سنقر ما لحق ما اختلف معي علي وانتنات شنو قالوا تدي ام هذا كان هون قريب الثداء عليك التلفز هذا اللي خرب زمن عبد العزيز لان يعني اعتبروا قاع عنه اللاحد وخلق يسوع لنا من جيب قطعا بعد البلد ديك الساعه وراك ما هم واحد يلا نتوافقوا يلا نتعاملوا مع هذه الاسس ويلا هذه المكتسبات اللي خلقت يلا نحموها نحموه ما هو في اطار سياسي عندنا احنا معارضه انتم موالات انتم كذا يا اخي يلا تفهم عن زين. الشعب عاد واعي ولا تلاقيه مصالح الناس جيد انت اليوم ليه تقول عن بين 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 النظام وبين المعارضه فين فئه ثالثه ما هي مصنفه غير مصنفه يلي تختطف البلد
هي اللي تختطف البلد. أقليمية موريتانيا اللي تمثل 70% هي موريتانيا الجديد. اللي مشات مع عبد العزيز في 2008 ما تشوف اليوم في المشهد السياسي رايك 70 ما هي 53 يا قر حنيني بيه اللي شوف حنيني استاذ انت قلت لنا الحكومه حنيني انت قلت لنا عن الحكومه وانت قلت عن الرئيس عنه كان مختطف كان مختطف قلت لنا عن اداء الحكومه ضعيف الى اقصى درجه وضعف النظام معه ذي الحكومه تصنف فانا فاش هي من دركانها موالاه رئيس الجمهور كانها نظام محمد بن عبد العزيز الله كانها معارضه والله في ثالثه ما هي مصنفه نظام محمد عبد العزيز تنقال اغلبيته ناس ما شمعة والخلق في الحكومه والخلق هذا ينقال مهل الحزب وداعمين الحاكم يسوع عبد العزيز بالعقليه التقليديه شفت انت تقرا عبد العزيز الليل وتديرها بلو الاكسترم في المعارضه دير بلو احمد داده ها يعلقوا كامل صوره بيروهم الصبح وينساوا عبد العزيز هذول قد ما هو حالتنا احنا الموريتانيا الجديده بيلي عندنا نظريه شينا فيها هي خلقتنا وهي خلاتنا عدل السياسه هي دخلتنا كشركاء في البلد ما كانت عندنا فرصه لهنا دخلوا كشركاء في البلد دي نظريه ما لنا نهتم نتصل معها واحنا هم الاغلبيه بين اللي 70% شتي 53% قال ها خارج 20% ما زرق انا ها ما زرق كنت في حمله شو بدي اسرع معني مسجل فيها ما زرق كنت رئيس حمري شربك ها كنت مدير حمري هبوك ما زرق عندنا عرف الاف الخلق ما زرقوا بس معنا عن هذه موريتانيا جديده يصير من الخلق والمكتسبات ابوه هي ما لا يفصلهم شيء يسووا شيء حتى لا توافق معهم ولا عبد العزيز وقال لهم انهم لا يفتصلوا معنا ولا كذا دور يعرفوا ان احنا لين تونا حصروا ما نكيفهم هم لين نقيسوا ابن عباس لين حقوقه جوني بين احنا قلبيه ولا نقولوا عنا ما بين عنه وعن الله عدل عبد العزيز ما لنا قابلين وعن اللي نعود له خسر من انجازات موريتانيا الجديده مكتسبات ما لنا قابلين ونقنعوه نديروه بل واحد مننا احنا موريتانيا الجديده ما واضح له ولا هم الشيء اللي يوقف في طريقنا نحن هم الاقلبيه وداعمين لعبد العزيز قد داعمينه لا يتم تمسكنا باللي مشينا معه عليه اصلا اللي نقز عنه وتريهم روايات بير دي اس اكس ساعه روايات الهيك يعني اتصلوا نحن هو مباشره وهذا ما عينا في الجمع لي في ياسر من الخلق عنده هاي القناعه ياسرين راهم على ندرك انكم دعيتم للحوار دعينا بعد الحوار غير قلنا عنا ما انا جايين وما العدين طرحوا في هاي الامور لنعود حوار لا يتحاور هم فعل السياسه هذا قلنا لهم لنعود هم لا يتحاور يكانوا هو يزيد منضاته يكانوا هم يزيدوا سنينهم يكانوا واحدين يطلعوا دبيتات كانوا واحدين يطلعوا وزراء عن هذا الحوار نحن ما لنا مهتمين به بيه ما هم الشيء انه تو ما هو ما لنا صايبين له تو ما لنا صايبين اختاروا عنه همنا فهمت ولا نعود حوار لا يعيد تاسيس البلد ولا يعطي للناس حقوقها ولا يبعث وطن جديد تحس الناس بالانتماء له وتعود عنده الشيء دافع عنه كامله اللي حاسس بالانتماء له عن هذا مستعدين يشاركوا فيه مستعدين نضحوا من اجله مستعدين يبذلوا فيه القالي والنفيس هذا هو بالنسبه لنا الحوار نعود لا ذا شد اخبار اللي يخلي يطلع منه واحد وزير ويطلع منه واحد مدير كعكه وقسم هذا قاعد بسط منه كعكه وقسم بسط منه يقبال الرئيس ويجمعوا الحكومه الصب وياخذوش من فضل الترزوق ويقسموا عليه الخلق ويعينوا منه لدور ونعدلوا قاع حوار يرقوا وقت المرتان في رمضان عطاشي ويشغلوا قصر المؤتمرات في وجه القمه ويفتروا الناس يقبلوا قاع كلهم يعطوه لدور بدون يوخذوا علينا هم عندهم سلطه تنفيذيه الرئيس قد يجي معين يبقي والحكومه قد تعين تبقي قد تنقص تبقي وقد تعدل اللي يبقات تعدلوا لهم قاعد بدون حوار هي فاهمتهم حق عنهم فاهمين ولا تمرد انت عندك لا مقايضات سياسيه لا مقايضات سياسيه ديك المقايضات قطعا احنا ما احنا مشاركين فيها ابدا ومطالبين مولي الشعب الموريتاني من هالبلد انه ما يقبل هاي الفوضى تعدل بيدش الحوار على حساب الشعب وعلى ميزانيه الشعب وعلى وقت الشعب وعلى كل شيء من الشعب الشعب ما الله يقبل تم تعدل من هازل على تم لا يجمع اسم الخلق هون واللي قالوا سياسيين وشاكين عنهم هم موريتان ما هم هم موريتان يا دفاع موريتان ما تنقال الخلق اللي يجمعهم في قسم المؤتمر الشعب العادل لانه ضحيه الوصايه السياسيه الوصايه انت تكلمت عن هذاك الوصايه قلت لك عنها معاهده الحق للشعب يفسخها ايش الدساتير واي شيء يعني الدوله يعني مرجعيه فيه سياده الشعب دونك قد يفسخ في اي وقت يبقي يلا انت وعد المهزلات يفسخ قاعد يوصاي وصاية السياسي نعم يفسخها ويحل الاحزاب السياسيه لا يجمع الشعب يقول عمات لا عندنا حزب قاع نعدلوا اليه جديده تعداد الاحزاب ما يعودوا منتديات ما يعودوا نوادي يعودوا الاحزاب احزاب مصالح المواطنين ويعودوا يعدل لهم قوانين ويعدل لهم شيء جيد هذا اللي نعود خارج حواره كيفه نحن فيه وندعو الناس اللي نعود خارج لا حوار هم يكون مقاضاه سياسيه هذا نحن ما لنا معاه ونختارهم للحوار العدل يخلي جميل دار فيه ذا ولا يرتبط لنا مولي بحد جاي وحد ما هو جاي جميل ثاني ما تنقال لي رقاش جميل استاذ الوقت بدا يداهمنا بطبيعه الحال في هذا الحديث الذي نشتركه الان معكم على طاوله تغطيات خاصه لكن قبل ان نستل ستار النهايه على حلقه الليله من برنامج تغطيات خاصه الجميع يترقب الاطروحه
الأطروحة النموذجية عند حزب نداء الوطن فيما يتعلق بالوحدة الوطنية اللي صبحت اليوم تشغل 80% من اهتمام الشارع الموريتاني، حتى مثلا واحدين يتجروا بها، واحدين يعدلوا بها كارير سياسي، واحدين يقدموا بها مثلا يديروا بها مساحيق تجميل سياسي على وجوههم، واحدين عادة لعبة. الوحدة الوطنية اليوم في نظركم شنهي الطريقة اللي لها تضمن الموريتاني تماسكها؟ أنا شاك على الوحدة الوطنية ما هو حد قاعد قبل متاجر بها، أنا شاك على الخال اللي كامل يتكلم فيها، لكن اللي ينظر لها من منظور ما يلا نخونه، يسوى اللي الحق فيها من التطرف ويسوى اللي الحق فيها مش لا ينظر لها منظوره، يلا لا يقبضوا حد بحسن نية أنه لو بدل هالشي مصلحة موريتانيا. غير شاك كان عن دولة المواطنة لأني خلق قدر قلت لك فأخبار غير أسس كاملة من بنى الأساس من رأس عود صالح عن ذا كامل اللي يذوب فيه به الناس اللي ترى حقوقها ما تقدر لا تتكلم، والناس اللي تحسب انتماء لوطنها ما تقدر تتبارك مع شيء يخسره، وهي المزايدات اللي عدل واحدين فعلا في شيء يعدل به السياسة وفي شيء يعدل به كل شيء يعدل به يغير بعد بالنسبة لي أنا قاعد ما هو مهم قبائل بيقول لي الشعب من راسه فاهم له وواضح له بينتخلق دولة الحقوق ودولة المساواة ودولة الوطنية ويفهم حد عن هذا الشعب متنوع متنوع ذيك راهي بين مزدوجتين. أنا سمعت مسعود وسمعت واحدين يقولوا عنهم عرب ولا هم بيضان، هذا ما يتواسع، هذا ينقال له تفتيت المجتمع، هذا المجتمع فيه بيضان وفيه كوار، بينا احنا استعريب جاي من الولاد بيضين حد ما هو بيضاني ما هو عرب، احنا أم ينقال لنا أمة البيضان والحراطين جزء من مكوناتها الأساسية وبه اللي شوه ما تقدر تسمع حد يقول لك زاوي بيضاني والله عربي بيضاني والله معلم بيضاني والله يقيه بيضاني، هذا مصطلح ما هو صالح في الحسانية هاي ده مصطلحات كاملة، والطبقية اللي فيها طبقية عادية جدا به اللي يمروا به جميع الشعوب المتخلفة ونحن مازلنا متخلفين به اللي شفتها واحدين سمعتهم هم في حلقات متطرفين ويقول شو من الكلام والتزاوج وكذا مو مهم بلشتنا هاك شاك أنا متخيل أنا نسام كسمة وعني كذا لين نجي معك واحد خيمة من الزوايا ساكنة تحت مباع بالخلوات الحمر ما يروح ليها مولدي ونجي ندور نشيفرهم يقمسوا أصبعهم في التراب يقولوا عن من الله عن العربي وتفوبي ولا شورش غير هذا ما هو يضرب شيء ولين يجيني أنا واحد زاوي جديد أخرى يعود كل شيء وعالم ذا النوع قد يقولوه لي عنه هذا ما عنه ما هو كفؤ لهم به دي كذا وكذا، هذه تراتبيات في المجتمعات لما أنا سمعته ولا تخسر شيء ولا يقبل أحد بالأمور والبدو كامدين العمل يدوي عندهم مهنة تحت وقال هذا بسم حالي قد يتطور ويذوب بسم حالي قد يتطور ويذوب لين تخرج دولة المواطنة وكل حد يجبر فيها حقوقه ما تلقى حد يوقف وتلي يتكلم عن الكلام يجبر حد يصنت له ما يجبر حد يصنت له به للناس عادت واحدة في الدولة تطلع لها رايتها مع الصباع تقرأ نشيدها الوطني ومجابره مدارسها ولا فيها واحد حاس عنه قابل لأخر عند من يخرج هذا توزع الثروة بطريقة ويعدل هاي الآليات وتعدل هاي اللامركزية اللي حسنا تكلموا عنها تعدل بصيفة ما هي اللي ما هي تزيد الفساد تعدل بصيفة لا يترسخ توزيع الثروة وكل مادة تخرص المخصص تخصص فيه تدعمه فيه الدولة ويدعمه الولايات الآخرين ويخلق تبادل تجاري بين الولايات ونبنوا هاي كي قلت لك على خطة بعيدة ما نعود نبنوا إلا على منضة راجل والله عليه فترة رقاش وفترة حزب وفترة نعدوا كي ما قلت لك بين عدلوا خطة نسموها 2050 موريتانيا 2050 ونبدؤها من ظرك ونعيطوا الخبراء عاد ما عندنا حد قد عدلها نعيطوا الخبراء دوليين مكاتب دولية كي يعيط لهم العالم فر قلنا احنا ما نعيطوا العالم يساعدنا اللي عندنا عقدة سيادة بين قط دعاتنا دولة فهمت هذاك عندنا عقدة سيادة قال عن بور لي دجي ميرس كلاين تقبلوا قال لك السيادة قال لك عندنا مطار يلا تجي مد تشقل فيه الناس وتكبر وتعدل تعود جيل تجاري وعود موريتان قاع ما هو عندها قال لك ما انا ضاي والدولة منين مسالت عندنا عقدة سيادة شفت بورات امري تجاريهم شركة دبي ومطارات فرنسا تجاريهم مدخرة وكل سيادة تخطاها العالم العالم عاد صار الليبرالية عاد منفتح وتوع على الشي فيه المصلحة وشي فيه الاقتصاد وشي من ذا لأن يخرص هاي الإنجازات اللي حصلنا عليها مهمة يغضاك فاصلين فاش المرحلة الجاية يلا تعود شنها وهذا نطالب به رئيس الجمهورية يلا نوصل بشي قالوا مرحلة توجيه الإنجازات توجيه الإنجازات معناها شنو كيف هذا الكرة اللي جبرنا احنا اليوم عندنا قريب من 300 ميجاوات قابلة للزيادة فعلا ما زالت عندنا مشاكل في الريزو خطوط شبكات التوصيل قال سمعت الوزير اللي تقول قال عنها وفات ومولت ولا يبارك معها يلا يخرص هاي القرى شو نقدر نعدلوا به وشو الطريقه اللي نوجهوا بها اقتصاديه يلا هاي الحوت اللي عندنا وهذه القوارب اللي عدلوا وهاي القرات اللي عدلوا يخرصوا شنو الطريقه اللي يوجهون بها
يزدهر بهم دخل المواطن. هاي المطار خرصوا شنو الطريقه اللي نقدر نعدلوه اب انترناسيونال نعطوه الاماراتي ولا الخليجي ولا اللي يمد ونشرط عليه شرط قاع بسيط ما نفوضوه وحدين يدوروا يجبروا شيء وحدين يدوروا شو نقول انا شو بسيط قاع بسط لك الامور. انا مثلا نطرح لي المطار فرش نقول نعيط شركه دوليه نقول اشتري المطار اعطيه لك عندي شرطه ادري فيه اللي بقيت وحي على حسابي قال في خمس عمام والله في سبع عمام والله في ثمان عمام ما يعود يشتغل فيه ما هو موريتاني واي حد يشتغل في موريتانيا تعوض له عنه 2000 يورو. شنو يتعدل هي؟ انا اسمع لي تعطي سبع ايمان عندها كضو؟ هي تحيل؟ لا تبدا هي تفتح مدارس للتكوين بهذه الشرايك استراتيجيه لا تتخمم في السبع ايمان الجايه. لا تقول انا سبع ايمان الى ما عاد عندي مضيفات فرم موريتانيا وتكنيسيات فرم موريتانيا لا انت ما خلص عنهم 2000. يمكن 2000 تجمع انت تم تخلص بها ثلاث موظفين موريتانيا قاعد ما يشتغلوا. جيد. لا يتكون لك الناس بسبع ايمان للمطار بتسقل 60,000 غير ما نقدر نعدلوا نحن دوله موريتانيا ما تقدر تعدل ولا تقدر تعدل ار موريتانيا ولا تقدر تعدلوا الصم ولا تقدر تعدلوا فهمت جيد بعجاله وجهوا الانجازات زين. انا اقترح شيء قالوا توجيه الانجازات جيد توجيه الانجازات بعجاله هذا لن يتحقق في ظل وجود فساد والنظام تبنى محاربه الفساد يبان قدومه لقياده البلد دراك كانك في نظرك عنه مازال ماشي على نفس الوتيره من محاربه الفساد والله بدات وجوه فساد ترجع له شوف بتجاوبتك فيهم في المره الفايت شو الفساد عين على الفساد المالي الاقتصادي عين على رقاج ذوك وسارق ما كرد القتل محرم قد الناس اللي تتم لا تكتب والسرقه محرمه والناس اللي تتم لا تصل والخمره حرام واللي تم الاخر بمسلمين يشربوا تحريم الامور ما هو معناها فقدانها الاراده السياسيه للرئيس قطع عنها مكافحة الفساد والدليل عليها واضحة اللي شفنا قربنا المقربين كلهم الفساد يحبس وشفنا الناس اللي ضاروا حبسها سياسيا كله وراها الخلق كله وراها ناس نافذة يحبس بدون مراجعة يحبس ناس مقربة جدا واللي تسعود قريب من الناس المقربة والناس اللي يهل والناس اللي هذا ينحبسوا إرادة سياسية في هذا يقال آلية مكافحة الفساد من راسها هي اللي ما هي ناضجة أمالها بها الدولة ما هي ناضجة هي الدولة احنا نتكلم عن دولة عدنا لو دولة عادة التأسيس لو كان لك تأسيس خدم يعني تعود مكافحة الفساد ما تقاعد قد يخلق أمالها بلا نعودان نعود وزير وعندي الوطنية والانتماء الوطن لين عيط للرئيس ويقول لي طيل بحسن شو من فضل يقولوا ماب يعني نقولوا ما نعدلها فهمت القايل؟ ولا هنا الحكومه مرحله عن عدل الوزاره للشفافيه وتعود تابعه لرئاسه الجمهوريه وتقدم معارضه تجبر فيها المعلومات، اي حد يدور معلومه صفقه ولا معلومه اي روايه تعود متاحه. هذا تطوع يا اخي لان تخارق الدوله واستهلاك الدوله وجيست الدوله نحن اليوم اللي فاسد عندنا المنشئ من راسه. انت اليوم انت تعدل اي شيء تجبر كان قدامك خاسر. نحن استلم من الشيء خاسر. فهمت؟ ما استلم من المؤسسات تراكمات هذا هو نقول نحن نبدو نحن نعدو التاسيس نقولوا 2050 ولا يخرب زمان عبد العزيز ياك التريك هذاك عندهم ست سنوات في 2050 يجبروا اوتوماتيكي ما عندهم يعدل لهم حد به حمله زين تعود عاده الحملات هذا الاصلاح السياسي والامور ما تحد يقول لك انه بنترون ولا تحد يقول لك انه بنطب ولا تحد يقول جيد اذا هي دعوه واضحه للتحرر من ربقه الاهداف الشخصيه والطموحات الشخصيه للسياسيين والمآرب الشخصيه الماديه البحته للسياسيين والانطلاق نحو دوله المواطنه ودوله الاهداف الوطنيه الكبرى من قبل طبعا كانت هذه الدعوه من قبل رئيس حزب نداء الوطن الاستاذ داود الاحمد عيش الذي كان ضيفي طبعا على طاوله هذه الحلقه الاستثنائيه من برنامج تغطيات خاصه والتي اشكره في نهايتها على قبول الدعوه والحضور معنا شكرا جزيلا لكم سيد الرئيس الشكر موصول لكل المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة الشكر أيضا من خلف المقصورة الفنية للمخرج راسين ون طبعا سيد محمد الكوري على الهندسة الصوتية إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من تغطيات خاصة لكم من أطيب المنى ودمتم بأمان الله.